صباح الخير مشاهدينا، كل يوم بيتجدد اللقاء مع حضراتكم على مدى ساعتين في هذا الصباح، ومجموعة متنوعة من الموضوعات والحوارات اللي بنغطي بيها أبرز المستجدات. النهاردة عندنا موضوعين رئيسيين، أولهم عن طبعا بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين، انطلاق المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 60%، وحيكون لينا حوار مع أحد المتخصصين ونشوف الأماكن اللي هيكون فيها هذه التخفيضات وإزاي ممكن نستفيد منها أفضل استفادة. وعندنا موضوع آخر بمناسبة اليوم العالمي للكلى وأهمية التوعية والوقاية من أمراض الكلى، يعني بسبب أنها طبعا من أكثر الأمراض المنتشرة على مستوى العالم، وضروري جدا نعرف إزاي ممكن نقي نفسنا من هذا المرض، لأنه أعتقد أن أساليب الوقاية في متناول الجميع، لكن المرض نفسه صعب الحقيقة ومكلف على أي حد يصاب به، وطبعا يعني ربنا يبعد كل الأمراض عن كل الناس. دي حواراتنا الرئيسية. عندنا بالطبع أكيد إطلالة على صاحبة الجلالة وأبرز المستجدات والأحداث في منشطات صحف اليوم، وعندنا طبعا إطلالة على الأخبار الرياضية والاقتصادية في نشرتنا الأولى النهاردة. خليكم معانا، نروح لفقرة إيروبكس اللي بنبتدي بيها عادة يومنا، من بعدها هيكون لينا جولة مع تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح. يا صباح الفل، النهارده محضرين مجموعه تمارين هيعملها لنا كابتن احمد عاصم، نجهز ونشوفكم بعد الفاصل. Change it and say.
رب تكون كانت التمرينات مفيدة النهاردة عملها لنا كابتن أحمد، تعب معانا النهاردة شوية، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات جديدة. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ونبتدي معاكم جولتنا ونبتدي بآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة في أوكرانيا والعملية الروسية، حيث صرح إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي قتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب في قاعدة يافوريف العسكرية الأوكرانية. نشوف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تطورات متسارعة تشهدها ساحة القتال في أوكرانيا مع استمرار العملية العسكرية هناك. فمن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قاعدة يافيروف العسكرية قرب الحدود البولندية، وقالت إنها تمثل مركزا لتدريب وتأهيل المرتزقة الأجانب للمشاركة في القتال. قاعدة يافيروف من بين المراكز التي تستخدم للتدريبات العسكرية المشتركة بين القوات الأوكرانية والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي، وعلى هذه القاعدة يصل جزء من المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا من جانب الدول الغربية، وكانت موسكو توعدت باستهداف قوافل المساعدات العسكرية الأجنبية لأوكرانيا. وفي إربن شمال غربي العاصمة كييف أكدت مصادر محلية مقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر في إطلاق نار، بينما كان يتجولان في سيارة مع مدني أوكراني أصيب هو الآخر بجروح، في الوقت الذي أكد فيه عمدة إربن أن 70% من أراضي المدينة لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية. 70% من مدينتنا مناطق أوكرانية يعيش بها أوكرانيون. الروس يسيطرون على 30% من المدينة، ونعمل على استعادة مدينتنا بالكامل. وفيما يتعلق بالعاصمة كييف، قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إن القوات الروسية في ضواحي العاصمة تحاول تحييد المناطق المحيطة بها، بينما يتواصل قصف ضواحيها الغربية والشرقية. وفي محاولة لرفع المعنويات للقوات الأوكرانية، زار رئيس فلوديمير زيلينسكي مستشفى عسكريا في كييف مشيدا ببسالة جنوده في مواجهة القوات الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على عدة بلدات في ميكولايف جنوب غربي أوكرانيا، وشرقا تحاصر قوات لوغنسك مدينة بوباسينيا، كما تحاصر قوات دونتسك مدينتي سيفر ودونتسك من الجانبين الشرقي والجنوبي. واتهم مقاتل دونتسك الجيش الأوكراني بقصف مواقعهم. وفي الجنوب تواصل القوات الروسية حصار مدينة ماريوبور الساحلية الاستراتيجية مع استمرار الدعوات لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين العالقين في المدينة، حيث حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أسوأ السيناريوهات في المدينة، داعية للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين في أسرع وقت لضمان سلامة السكان. من ناحية أخرى، نزح الكثير من سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة بحماية من القوات الموالية لروسيا في دونتسك، لافتين إلى صعوبة الوضع المعيشي داخل المدينة. القوات الموالية لروسيا داخل ما يسمى بجمهورية دونياتسك الشعبية قامت بإجلاء هؤلاء النازحين القادمين من ماريوبول والمناطق المحيطة بمنطقة دونياتسك في شرق أوكرانيا الأسبوع الماضي. بعض من تم إجلاؤهم ذهبوا إلى منطقة سكنية في دونياتسك باستخدام سياراتهم الخاصة، بينما استقل آخرون الحافلات. أحد هؤلاء النازحين هو بافل الذي كان يعيش مع أسرته بالقرب من ماريوبول، لكنه تمكن من الفرار من مصير محتوم. أسطح المنازل محطمة في أماكن عديدة، وجثث كثيرة ممددة في الأفنية، بينما يتجمد آخرون من البرد ويتضورون جوعا. أنقذتنا قوات جمهورية دونتسك الشعبية، كما منحونا الطعام في الأيام الأولى. فقد دمرت متاجر البقالة ولم نستطع الخروج لشراء ما نحتاجه. إيرينا نازحة جرى إجلاؤها، قالت إنها تريد الذهاب إلى روسيا والاتصال بأصدقائها هناك، فهي لا تعرف مكانا غيره، وأضافت أنها ركضت مع آخرين لمسافة 50 مترا كي تصل إلى موقع الإجلاء، بينما بدأت مدافع الهاون في القصف مما جعلهم يسقطون على الأرض. في حين قالت نازحة أخرى إنها رأت جثثا موجودة على الرصيف منذ أيام بالقرب من متاجر في ماريوبول،
حيث غطاها بعض السكان باستخدام السجاجيد، وشكى آخرون من صعوبات في الحاجات الأساسية. وقال مجلس مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إن 2187 من السكان قتلوا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال كبير مسؤولي الهجرة في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد استقبل مليوني لاجئ فروا من العملية العسكرية الروسية، ومن المنتظر أن يستقبل مليونين آخرين. احتفلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة كن سفيرا، واللي بيبلغ عددهم نحو 700 متدرب. بتهدف المبادرة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة اللي أطلقتها الأمم المتحدة وبتدعمها رؤية مصر 2030. الدفعة الأولى من خريجي مبادرة كن سفيرا تتأهب للعمل كسفراء للتنمية المستدامة بعد تدريب استمر لمدة عام كامل من قبل متخصصين في أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال حفل التخرج لنحو 700 متدرب من أصل 7000 متقدم أن هدف المبادرة هو الاستثمار في البشر، خاصة وأن فئة الشباب تمثل 60% من المجتمع المصري. بنستقبل شباب ما بين 18 إلى 35 عاما، بنعمل له برامج تدريبية، جزء منها بيبقى إلكتروني، ثم جزء منها بيبقى عملي، ثم جزء بيبقى في مواقع العمل من خلال تقديم مشروعات تنموية تخدم المجتمع. الحقيقة استغرق التدريب سنة، دربنا فيه قرابة 1000 شاب، النهاردة بيتخرج 700 شاب وشابة. المبادرة مبنية على 5 رواكز أساسية، اللي هي مبنية على موديل البير تو بير ليرنينج، اللي هو الأقران للأقران، جندر إيكواليتي أو النوع الاجتماعي، دمج ذو الهمم، واستدامة المشروع نفسه. استدامة دي كانت مهمة جدا، إن استدامة المبادرة إزاي إحنا الاستثمار اللي استثمرناه في الشباب يبقى فيه خطوات لاحقة للمبادرة. وخلال الاحتفالية أشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى ضرورة إدماج أبنائنا في الخارج بتلك المبادرة حتى يكونوا سفراء للدولة المصرية، وزي إن هم أيضا يكونوا سفراء للدولة فيما يتعلق بالترويج للجهود اللي بتقوم بيها الدولة، سواء على في البنية التحتية، في المشروعات القومية، في أهداف التنمية المستدامة. كما تحدثت وزيرة البيئة عن أهمية المبادرة، خاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ والبيئة وإقامة المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة. إزاي وإحنا بنمارس حياتنا اليومية هنراعي البيئة ونشوف البيئة دي موجودة في كل حاجة حوالينا. يمكن الجلسة اللي كانت 20 دقيقة كانت جميلة جدا في إن هي كمان ورتنا بعد تاني، ورتنا إن النهاردة مش مجرد إن أنا بحافظ على الحاجة عشان يبقى عندي بالمفهوم القديم هوا نظيف ومية نظيفة وأقدر أنعم بحياتي، لا، إحنا لقينا المفهوم الاقتصادي. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلك المبادرة في نوفمبر 2020، وشملت نحو 40 ساعة تدريب على 3 مستويات. من الشباب إلى الشباب تأتي مبادرة كن سفيرا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 التي تم إقرارها من الأمم المتحدة، وتنفيذا أيضا لرؤية مصر 2030. من مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، أشرف مبارك، النيل. تحت رعاية وزارة الثقافة نظم صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع فرقة سماع للموسيقى الروحية والإنشاد الديني أمسية فنية بعنوان عودي يا ليالي الرضا في قبة الغوري بالقاهرة، احتفالا بليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان الكريم. نشوف تقرير. احتفالا بليالي النصف من شعبان واستعدادا لليالي المقامات الروحية التي سوف تقام في شهر رمضان المعظم، نظم صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع فرقة سماع للإنشاد الديني بقبة الغوري احتفالية كبرى بعنوان عودي يا ليالي الرضا. هذه الرسالة التنويرية بترسل رسائل إيجابية وطاقة إيجابية وترتقي بالمواطن المصري الحقيقة، وده شيء هم حابينه، يعني الجمهور بيجي يستمتع ويجي يرتقي ويجي بيخرج من هنا في حالة
نشوة وبهجة. شارك في الاحتفالية نخبة مميزة من فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية وفرقة الحور، وتحل دولة سوريا ضيف شرف الاحتفالية. عزمة ضيوف أصحابي عايشين في النمسا، فأول ما عرفت هم جايين قلت لهم عندنا يوم اليوم ده في حفلة كذا كذا، وبعدين هم كمان مبهورين إن الشغل جوه قبة الغوري. أنت مش قاعد في مسرح عادي، أنت قاعد وسط التاريخ وبتحس إحساس مختلف. انبهر بمصر الفاطمية، المنطقة بتاعة الحسين وشارع المعز، والفنون الإنشاد الديني دي من الحاجات اللي يعني بتمس قلبي من جوه. بسمع بكل الحب النقشبندي والابتهالات. احنا داخلين على رمضان والموسيقى اللي بتتعمل ودمج المزيكا ودمج الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية في الأجواء دي جميلة جدا. العشق في الله والجمال والمتعة والحياة، يعني حاجات عظيمة، حاجات لذيذة فعلا. أنا باجي باخد رغبة غذائية ممتعة، سماعية، ثقافية، حضارية، كل حاجة. هذا وتأتي الاحتفالية في إطار الاستعداد لاستقبال ليالي أبواب الخير، لتنشر أجواء موسيقية وغنائية مميزة ذات صبغة روحية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان، بهدف نشر الثقافة والحفاظ على التراث المصري الأصيل. احتفالية مزجت بين الأجواء الروحانية وأصالة المكان والتراث الفريد، أجواء لا تشعر بها إلا من خلال نافذة تستنشق منها عبير نفحات الليالي المباركة وقرب حلول أيام الشهر الكريم. كل عام وأنتم بخير. من قبة الغوري، أحمد سعد الدين، النيل. انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الفلسطيني بدار سينما الهناجر بساحة الأوبرا المصرية، اللي بتقام بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في القاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني في الفترة من 13 إلى 16 من الشهر الحالي. نشوف تقرير. وسط تجاهل دولي لمأساتهم الإنسانية تحت أطول احتلال في التاريخ، ربما لم يجد الفلسطينيون وسيلة أكثر تأثيرا من الفن. وفي هذا السياق انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الفلسطيني بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية تزامنا مع يوم الثقافة الفلسطينية، حيث يتم عرض عدد من الأفلام الروائية والوثائقية الفلسطينية. الهدف الأول والأهم هو ترسيخ الرواية الفلسطينية ونقل الواقع الفلسطيني من طموحات ومن آلام ومن آمال إلى الشارع المصري وإلى الجالية الفلسطينية أيضا في جمهورية مصر العربية. نقل إبداعات المخرجين والمبدعين الفلسطينيين الذين يعملون في ظروف عصيبة للغاية، نقل هذا المنتج المهم والذي أصبح يجوب كل مهرجانات العالم ليكون في مصر في قاهرة المعز. في أي لقطات وأي أفلام بتصور الواقع الفلسطيني على الأرض الفلسطينية تعني لي الكثير، لأني يعني بحب أتفاعل مع شعبي ومع مشاكله ومع كل الأيام الصعبة اللي هو بيعيشها. أكثر من 20 فيلم يتم عرضه خلال أسبوع الفيلم الفلسطيني، حيث بدأ الافتتاح بعرض فيلم عمر للمخرج محمد نايف، والذي يجسد معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فدور الفن هان ان هو يسلط الضوء بشكل كبير على السلبيات اللي الاحتلال بيسويها اتجاهنا كشعب. يعني هذا بالاساس، يعني فكره احنا عندنا قضيه لازم انه احنا ندافع عنها بكافه الطرق. هذه الافلام التي تحكي عن واقعنا في غزه تسلط جانب من الحياه التي لا يعلمها جموع وجماهير عربية كثيرة، خصوصا في ظل الحالة المتردية والحصار والأوضاع المتفاقمة، وبالتأكيد أن تخرج مثل هذه الأفلام من قلب الحصار. وتستمر فعاليات أسبوع الفيلم الفلسطيني على مدار 4 أيام، كما يتضمن حلقات نقاشية وورش عمل وندوات تحت عنوان القدس في السينما العربية.
أسبوع الفيلم الفلسطيني بدار الأوبرا المصرية يستعرض القضايا الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة، ويتناول قصصا تعكس حياة الفلسطيني اليومية، والعمل على ترسيخ وتوثيق الرواية الفلسطينية لتظل السينما هي ذاكرة التاريخ. من دار الأوبرا المصرية، أحمد ممدوح، أمني. ونروح لحالة الطقس. حقيقة حديث الساعة دلوقتي، لأن كل الناس كانت ابتدت تحس أنه الشتاء خلاص مشي وأنه درجة الحرارة ابتدت تبقى أفضل، لكن فوجئنا بموجة من الصقيع. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، ربنا يخليك. إيه سبب الموجة الغريبة دي؟ درجات الحرارة منخفضة قوي يا دكتور. ما هو سبب الموجة دي ما يسمى بتغير مناخ. هذه الظاهرة التي أدت إلى ارتباك كبير في بدايات ونهايات الفصول الفلكية. يعني معروف أنا تقريبا بقى أقل من أسبوع أو أسبوع تقريبا على نهاية شتاء فلكيا في مصر رسميا يعني. ودائما كانت الأجواء بتأهل نفسها أنها تخش في الربيع بجو معتدل بعيد تماما عن الانخفاض أو حتى الارتفاع. ولكن لاحظنا على فكرة، الناس بس هي اللي بتنسى شوي، ان من حوالي سنتين او ثلاث سنين كان في نفس التوقيت ده كان في صيف صريح، كان درجه الحراره وصلت ل 40 درجه في القاهره. ده ما يسمى التغير المناخي زي ما قلت لحضرتك. متوقع ان يستمر هذا الانخفاض بسبب هذا المنخفض القطبي الشمالي اللي جاي من ناحيه اوروبا. هذا المنخفض متوقع ان يستمر حتى الخميس في معظم المحافظات. هو في الصعيد يعني نقدر نقول مش شديد البروده جدا، يعني ما بين 9 ل 10 درجات، ولكن ما زال طبعا درجة 9 أو 10 دي تصنف على أنها باردة أو باردة جدا. طبعا بالنسبة لنا باردة. بس معظم الانخفاض الكبير في مناطق الدلتا بالتحديد، يعني في وسط الدلتا، محافظات وسط الدلتا كلها بما فيها القاهرة وجزء كبير من الظهير الصحراوي. بالمناسبة درجة حرارة في الظهير الصحراوي في المناطق المحيطة بالدلتا زي النوبارية وزي وادي النطرون وغيره بتنخفض 3 درجات عن وسط الدلتا كمان، يعني بتوصل لاثنين وثلاث درجات في توقيت غريب جدا في السنة. هذا التوقيت كان لا يجب أبدا أن تكون درجات الحرارة بهذا الانخفاض، لأننا فعليا خلاص داخل في الربيع، والربيع مشهور باعتدال الجو بتاعه. هل دي لها تأثيرات سلبية على الزراعات الموجودة؟ ده سؤال مهم. وللأسف الشديد في تأثيرات سلبية على محاصيل الفاكهة اللي داخلة في مراحل التزهير والعقد بالتحديد. المانجا والزيتون، التفاح والعنب، الخوخ والتين والبرقوق، كل هذه المحاصيل داخله في مراحل مهمه من مراحل بدايه الموسم. بالتالي مهم قوي يكون في ضبط للري، مهم يكون في رش بمركبات مساعده ودعم الاخصاب زي الكالسيوم بورون وغيره، وهم المزارعين عارفينه. نتمنى انها تعدى على خير الموجه دي. هل الموجه دي لها امور ايجابيه؟ ليها بعض الامور الايجابيه على محاصيل مهمه برضو زي القمح والفول والشعير، انها بتؤدي الى اطاله مرحله النمو اللبني او العجينه، فبالتالي بيزود الانتاجيه بتاعه المحاصيل دي. تمام. طيب بعد ما تخلص الموجه بنرجع لمعدلات درجات حراره عامله ازاي؟ لسه النماذج مش جايبه، يعني بعد يوم الجمعه هي اخرها الجمعه ان شاء الله، الخميس او الجمعه يعني. لسه مش واضح عامله ازاي، بس انت حضرتك دخلت في وقت او توقيت التقلبات الكبيره، يعني ممكن تلاقي بعد كده مباشره صيف مبكر، ارتفاع كبير في الحراره. او رياح محمله بالرمال والاتربه، او احيانا زخات امطار في نهايه الشتاء. فكل ده زي ما قلت لحضرتك هو ناتج عن ظاهره تغير المناخ، ويجب ان الناس تعود نفسها وتتاقلم على ان مناخ مصر لم يصبح حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. ان المناخ تغير، والناس اللي استعجلت وخففت في الملابس، احنا كنا دائما في النشره في النيل الاخبار نقول يا جماعه ما حدش يستعجل، حتى لو الجو دافئ وبقى حر بالنهار شويه برضه ما حدش يستعجل التخفيف، لان الجو مش مضمون، وهو ده الشتاء بتاع مصر من هنا ورايح. تمام. يعني تمام. انا بشكرك جدا دكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا ليك. وبكده نكون وصلنا لنهايه جولتنا السريعه اللي بنبتدي بيها يومنا باهم الاخبار. نروح لاخبار الرياضه، من بعدها هيكون معاكم زميلي عمرو عبد المجيد واولى فقراتنا الحواريه. We'll be right back.